خير يا استاذ، ايه اللي جايبك في الساعه دي؟ انا عندي بلاغ مهم جدا دلوقتي. عن ايه ناقصه؟ هل البلاغات كمان ليها مواعيد؟ فين ظابط اللي هنا؟ ادخل يا اخويا، سليم باشا جوه. سليم باشا؟ سليم باشا. طب هو مفيش ظابط تاني هنا؟ يعني انت جاي في جو زي دوت وكمان عايز تنقي؟ لا مفيش غيره يا سيدي. انا مش هقدر اقابل الراجل ده. جرايه وليه؟ الله، انت جاي ترمي بلاويك انت وجوزك علينا ولا ايه؟ يلا توكلنا على الله، مش عايزين مصايب. بص رجلك يا معلم، الراجل هيروح في ده. وانا مالي؟ هو انا اللي قلت له يستلف؟ انا اللي قلت له يروح يسرع عودته؟ قطع لسانك، ابراهيم عمره ما بيعمل كده. صبيك هو اللي خد الحاجه. لم لسانك يا سميحه، انا حقي وصلني. ولا انتوا كنتوا عايزين تاخدوا فلوسي تفرتكوها واقعد اطبطب عليكم؟ يا معلم احنا جيران وعشره، اذا كان على الفلوس طلع لي الراجل وانا هجيبهم لك. تجيبي لي ايه يا مجنونه انت؟ انتوا لايين تاكلوا؟ ابص رجلك وايدك يا معلم، الراجل رايح في داهيه. وانا مالي؟ هو انا اللي ماسكه؟ الحكومه هي اللي ماسكاه. روحي بقى قولي لهم الكلام ده، بس احسك عينك تجيبي سيرتي انت ولا المحروس جوزك، هاذيكم. طب شيع له محامي هيدخل السجن. هو انا خلفته ونسيته؟ يا معلم ابوس ايدك ورجليك، ده الراجل اللي ماليش غيره. ما تقرفيناش بقى يا سميحه. الله. حاضر يا معلم. حاضر. قال يا زلط امر يا معلم، تقب وتغطس وتجيب لي الواد عرسه من تحت تقطيع الارض. بالعين دي قبل العين دي. الصف لازم يا رب. يا ابني ما تتعلمش من اللي حصل لك. شالوك من تحت ايدي المره اللي فاتت، اعمل فيك عشان تتلم. انا بالنسبه لي ما كنتش عايز اجي هنا، بس انا عندي بلاغ مهم. بلاغ مهم؟ هتلاقيك جاي في حاجه فاضيه واي كلام. روح يا ابني اعمل لي شاي بسرعه. عشان قول اعمل زياده. اتفضل ارغي. اخس عليك يا ندى، نسيت المفتاح برضو. انت عارفه يا بنتي ان انا بمشي بالعافيه، حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ انا اسف يا امي، مش ده بيت الانسه ندى محمد سطوحي؟ ايوه يا ابني. خير؟ لا مؤاخذه يا امي، هي بنتك عملت حادثه وهي في المستشفى دلوقتي. امسك قطع شحن. بس انت شفت الفيديو ولا ايه؟ لو ما لحقتش تشوفه احنا ممكن نتصرف ونجيب شحن. يا عم شفته، وبعدين هنجيب شحن للتليفون العجيب ده منين؟ وبعدين انت بدل ما بتتفرج على البنت وتصورها ما تدافع عنها يا اخي، هي دي الرجوله برضه. انا ما تخيلتش ان هو هيخبطها بالعربيه. انا قلت ان هو هيعاكس وخلاص. يعاكس وخلاص؟ ما العيب مش عليك، العيب على كل الناس، تقف تتفرج على حريقه وتصورها بدل ما تطفيها. معاك حق. انا غلطان، بس دلوقتي هنعمل ايه؟ مش عارف. التليفون اللي معاك ده مش باسم النيابه، بس ده كفايه ان انا اجيب ابن لطفي ونحط ده ابوه وامه. وابوه يجي هو وحماد الموجي يطلعوه، مش كده؟ على جثتي. لو وزير الداخليه جه بنفسه مش عارف يطلعه. هات هات التليفون ده عشان اثبته مع المحضر. اخلص. التليفون ده هيفضل معايا، مش هطلعه غير قدام النيابه. ماشي. طب اقعد هنا. ما تتحركش لحد ما اجيلك. طب والبنت؟ البنت هنعدي على المستشفى نطمن عليها واحنا رايحين. انت بجد هتعمل كده؟ هعمل كده. وانت اجدع مني ياض ولا ايه؟ بس انت برضه وكيت على فكره. كويس انت جيت بلغت وما خفتش. ما تزعلش مني ياض من اللي حصل. بس انت بصراحه برضه واد مستفز. المشكله اللي كل واحد لما بيجي بيدور على حقه بيبقى قدام الناس شكله مستفز. عامة انا عرفت اللي انت عملته مع تايسو. الظاهر اني كنت فاهمه غلط. ترجع يا نيل. ما تحركش لحد ما يجد فاهمه ولا لا. حاضر. هدي نفسك يا حاج، خير ان شاء الله. خير ازاي يا حماد؟ افرض ان في حد شاف الواد، واكيد البنت هتشهد عليه. انا عموما بعت حد من رجالتي عشان يشوف البنت دي راحت انهي مستشفى، ويعرف لنا الاخبار كده ويتقص من بعيد لبعيد. بس انا شايف احنا لازم ناخد احتياطاتنا. ناخد احتياطاتنا ازاي؟ يعني اول حاجه العربيه دي لازم نخفيها خالص. حصل.
انا بعت حد من عندي من المعرض خد العربيه وخفاها فعلا. تاني حاجه بقى تامر لازم يختفي خالص. طب دي هعملها ازاي دي؟ انا هكلم الواد شادي ابني خليه يجي ياخده ويطلعوا على السخنه، وعندي بدل الشاهد 10. ما تقلقش اعمل اللي انت شايفه يا حماد. امال انا جايبك ليه؟ طيب اهدى بس ما تقلقش، وانا شايف ان احنا لازم نتصل بالمحامي الاستاذ نشأت اهو ناخد رايه برضه في اي حاجه. المهم ان الواد يطلع من الورطه اللي هو فيها دي. ما تقلقش. الو، مساء الخير يا نشأت، ازيك؟ الحمد لله كويس اني لحقتك قبل ما تنام. انت فين يا ابني؟ اقعد مستنيك ساعه. كنت رايح اجي من بره حضرتك يا فندم. طب اخلص يلا، تعرف بيت لطفي ابو المجد؟ اه يا فندم. طب وديني ليه؟ يلا حاضر. فهمت يا عرسه ولا عيد تاني؟ عيب يا مرياسة، كلامك يتقال مره واحده وما يتنسيش. طب يلا اجري نفس، لما تخلص كلمني قول لي عملت ايه. حصل عرسه خلص. هنعمل ايه يا متر؟ الحقيقه انا شايف ان حماد بيه عنده حق. على فكره انا بفضل ان ولادي يسافروا في عربيه من عربياتك يا حماد بيه. اشمعنى؟ يعني عشان مفيش كمين شرطه يعترضهم في الطريق. وماله، مفيش مشكله خالص. بعد كده نشوف البنت قالت ايه وبناء عليه هنتصرف ازاي. المهم انت مطمن يا متر. عيب يا حاج، طول ما معاك نشأت فهمي محدش هيقدر يجي جنبك ولا جنب تامر، وكله بالقانون. خلاص بقى يا حاج اطمن. عموما شادي زي ما انه جاي دلوقتي هو والعربيه والسواق بتاعي، يكملوا هم بيها على السخنه، وانا معلش يا متر بقى هتقل عليك، يبقى اخدني في سكتك وانت مروح. ربنا يستر. يا رب يا رب، هاتي العوايب سليمة يا رب يا رب. ده احنا غلابة مالناش غيرك يا رب. وحد الله يا أمي كده وصلى على النبي، إن شاء الله مفيش حاجة، سليمة بإذن الله. اسمع من بوك ربنا يا أمي. يا رب والنبي يا رب، حبيب لحبيبك النبي يا رب يا رب. ده احنا غلابة، استرى معايا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. استرى مع الغلبان اللي جوه يا رب. ده احنا غلابة مالناش غيرك يا رب. ماشي يا حاج، هقوم أنا بقى أروح لأني تعبت، وهنبقى مع بعض على التليفون. مين هيجينا دلوقتي؟ مش هخش جوه بيت يا حاج. سيبها تفتح الباب نشوف فيه ايه. افتح يا بنتي. مساء الخير يا حاج لطفي. سليم باشا خير؟ ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ سليم باشا ظابط مباحث الاسم. اهلا وسهلا. اه طبعا احنا التقينا قبل كده. ابنك تامر فين؟ ها؟ سمعتني، ابنك فين؟ تامر مع شادي ابني، هم سافروا مع بعض السخنة. خير في حاجة؟ يعني هو بعد ما خبط البنت الغلبانة طلع العين السخنة؟ لا مؤاخذة يا باشا، بنت غلبانة مين اللي هو خبطها؟